الأكل متكئ. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا آكل متكئا، أو إني لا آكل متكئا، وإنما آكل كما يأكل العبد. وهذا من التواضع، لأن الإنسان يأكله متكئ جلسة متكبرين، الإنسان يأكله متكئ، فالإنسان يتواضع حتى في طريقة أكله وكذا، يجلس الجلسة التي فيها التواضع. جلسة يأكله متكئ هذه جلسة المتكبرين في هذه الدنيا، أما في الآخرة فالأمر يختلف، ولا لا؟ متكئين على فرش، لا متكئ على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان. فالأكل طيب وهم متكئون، هذا في الجنة. أما في الدنيا فالأصل الإنسان يتواضع، يتواضع. النبي قال: لا آكل متكئا. فبعض أهل العلم ذهب إلى الكراهة وبعضهم ذهب إلى التحريم، والصحيح الكراهة، أنه يكره أن الإنسان يأكل وهو متكئ، إذا كان لغير حاجة طبعا. أما إذا كان لحاجة، مثلا رجله تؤلمه، ضيق المكان أو ما شابه ذلك من الأمور، لا بأس. وأذكر كان شيباننا الله يرحمهم كان يمنعوننا من ذلك. أنا أذكر مرة جلست متكئا، حطيت يدي وقعدت تاكل، ما قال لي غلط، لا جت يعني طراق يعني على طول قاعد عدل وانت تاكل. فالقصد ان الانسان يعني يتادب ويتواضع في اكله. نعم.